ليا، يمكن بظروف اللي عم نعيشها حاليا تربية الأطفال مسؤولية كتير كبيرة على عاتق الأهل، مش فقط الأم، العيلة كلها، الأب والأم. قديش يمكن الظروف الحياتية اليومية البيتية بتأثر على شخصية الطفل خلال سنواته الأولى، خصوصا إذا كانت المرأة عاملة؟ اليوم بنشوف كتير من الأمهات بيشعروا بتأنيب الضمير لأنه عم يتركوا أولادهم بالحضانة ليروحوا في عندهم التزامات وشغل ضمن ظروفنا الحياتية اليومية. لنحكي عن هذا الموضوع أكثر مع ريما جحشاح، أخصائية رياض أطفال. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك. يسعد صباحك. صباح الخير. صباح النور. أهلا وسهلا. يعني حكينا كتير تحت الهواء وهلأ صار لازم نحكي فوق الهواء. منشوف كتير من السيدات، ممكن العاملات بالمجتمع، بتترك ولادها ما بتترك ولادها، هون بتبدأ المشكلة. خلينا نحكي عند أول ولد بعد استراحة الأم، يمكن بعد سنة، كيف فيها هي تبعد عن الولد؟ كيف فيها توفق بين حنانها، بين أمومتها وبين عملها أيضا؟ هلأ طبعا الأم هي المؤسس للأسرة وهي المسؤولة عنه بكل تفاصيله، وهي اللي بتوزع الحنان وبتوزع الأمان للطفل وبتعطيه طاقة الحب الكبيرة. لكن لما بتنتهي فترة الأمومة عند الأم ببلش هون، حتى ما قبل انتهاء فترة الأمومة ببلش التفكير، تفكير المطور. أنا بدي أترك ابني، كيف بدي أتركه؟ متعلق فيه، في فترة رضاعة ما في فترة رضاعة، هي كلها تفاصيل الأم بتحاكي حالها فيها بشكل دائم. فهون نحن بدنا نقول لماما إنه أنت أم رائعة، حبي حالك كتير. دائما أنا بعطيها نصيحة هيك. بظروف الحياة هلأ المجتمع حاليا أصحاب الدخل المحدود، فدائما في عنا أغلب النساء عاملات. طبعا صارت الأم مجبرة أنه بدها تشتغل لحتى تساعد لنوصل لمستوى يعني ضمن المعقول أنه الأسرة تقدر تأمن احتياجاتها بشكل كامل. هون بتبلش الأم أنه أنا شو بدي أعمل، شو البدائل الموجودة إلي، أنا وين بدي أحط ابني. هلأ في بدائل إيجابية وفي بدائل سلبية بالنسبة للأم. طبعا البدائل الايجابيه هي انه تكون ماما جنبها او تكون حماتها جنبها، فهون بيكون باب الاطمئنان، باب انه الامان، انه خلص انا ابني اكيد بين ايدي امينه. صحيح الام هون بتفكر انه انا بسميهم مدمرات الطفوله ايام، وبضحك انا والامهات انه في عندنا دلال زائد رح ندخل بتعديل سلوك للطفل بالمراحل المتقدمه. صحيح. لانه تيتا بتدلل كثير، ماما بتدلل كثير، العمه الخاله، هدول تمام القواعد اللي بتفرضها الام بالبيت لاطفالها. هون نحن بدنا نكسر هي القواعد لانه في حدا عم يشاركنا. البديل السلبي اللي ممكن الام هون انه ما تاخذ كلمه السلبيه بمعناها، يعني سلبي طبعا، لانه هي عندها احساس مثل ما حكيتي تفضلتي بدايه تانيب الضمير. هذا الاحساس انه انا تاركه ابني بهذا الوقت، هو بحاجتي، بحاجه لحناني، بحاجه انه انا اهتم بتفاصيله كلها. يا ترى انه انا البديل اللي انا وديه لعندهم مثلا رح يكونوا بامان، رح يحسسوا ابني، رح يعطوه جزء من هذا الحب اللي اكيد بقناعته. وانا اكيد باكد لهذا الموضوع انه انت الامان، انت الحب اللي بتعطيه، يعني انا ما بقدر اكون عنك بديلي ابدا. الحب اللي بتعطيه انت انا ممكن ساعدك فيه، هي خلي الام دائما مطمئنه. لكن كيف بدنا نساعدها؟ مثل ما حكيتي ليا، نحن بكل بساطه بنطلب من الام انه لما بدها تيجي على تفكر بالبديل اللي هو الحضانه، يا ريت تكون مع طفله، مو انه والله تستنى لاخر يوم. هلا بتعرفي نحن بالنسبه للمراه العامله انه نحن محكومين بقوانين خاصه بالدوام، فنحن بيكون الطفل يعني حسب اذا كان الاول او الثاني او الثالث، فهي يمكن فتره 4 أشهر 5 أشهر الطفل بينحط. هلا انا مع انه طفل نحاول اذا لقينا بدائل انه يكون لمده سنه، تكون هون الام مطمئنه تحس حالها انه اعطيته كم يعني انه من الامان صحي بعد السنه. لانه نحن استضفنا كثير اخصائيين تربويين وخصوصا بما يخص الطفوله في مدارس مختلفه. أكيد. يعني بتقلك في مدارس بتقلك لا، من هو 4 5 شهور بتلاقيه اجتماعي، خليه على الحضانه. أكيد. يندمج بالمجتمع. في بتقلك مثلا دراسات اخرى حتى اجنبيه غربيه بتقلك اول 9 شهور لازم يكون مرافق لامه. قديش هدول القصص صحيحه؟ هلا خصوصا قلت ما قلنا ضمن ظروفنا، يعني اللي عم نعيشها الفترة الزمنية للمرأة العامل. دائما كان أمهاتنا يقولون لازم تصيري أنست مدرسة لأنه أقصر فترة زمنية أريح ويكون طفلك معك تماما. أما باقي المجالات الأخرى في 8 ساعات تقريبا بشكل يومي. هلأ نحن هون في الأبحاث
مثل ما حكيت حتي مختلفة، لكن العمر المناسب هو عمر السنتين. هون بيكون الطفل أخذ طاقة الحنان، أخذ الغذاء الكافي، أخذ تعلم الاعتماد على زوجته، مطمئنه انه هو بكره بس يروح على الحضانه انه هو في امور رح يخدم حاله فيها، حتكون دربيته، كون خلصيته من موضوع الحفوضه، كون دربيته دخول الحمام، كيف النظافه الشخصيه بشكل يعني اكيد يعني انه ما رح يكون قادر بشكل صحيح. كامل بده مساعده، هذا مفرغين من هذا الموضوع، لكن بشكل تكون الام مطمئنه هي بتفكيرها انه لا انا اذا ابني علمته يفوت للحمام، او ابني علمته انه غسل ايديك، او استاذن او تشرب بس بقنينتك المي، او تاكل سندويشتك فقط لحالك بدون مساعده، هون هي بتكون هي مرتاحه. لكن برد بقول لك وباكد انه نحن موضوع القوانين المحكومين فيها صحيح. نحن الطفل الاول ما بعرف 4 أشهر 6 أشهر او شيء ما بعرف، الطفل الثاني فنحن محكومين لفتره ممكن بعد 3 أشهر الطفل بيكون عمره 4 أشهر بيجي للحضانه، فهوني انا بطلب من الام وباكد على هذا الموضوع حتى لما بيجوا لعندي انه انا برفض استلام الطفل الا اذا كانت امه معه وتقعد معنا فتره اسبوع لعشرة ايام ليتاقلم على الوضع التابع على هلا تاقلم الطفل اللي بتحطيه انت بالمراحل الاولى هو سريع التاقلم صحيح. لكن للام انا بهمني الام واطمئنانها، لانه لما الام بتكون هي مرتاحه الطفل مرتاح الأمان بعيونه، فهذا بتنقله أكيد فورا للطفل بطريقة إيجابية. فأنا دائما بطلب منك كوني معانا، حبيني، حبي المكان، حبي المسل حتكون مسؤولة لأنه عنه، لأنه رح تنقلي هذا تمام. الشيء شوفي الألعاب، عدي مع طفلك شوفي كيف بيلعب، شو الأشياء. طيب أنا جايبتي لي طفل ما بعرف تفاصيله، عدي معي عطيني التفاصيل، قولي لي أنا ابني بياكل. يعني في امهات بيكونوا مستعجلين كثير، ما اخذوا هي النصيحه انه يجوا قبل ما تخلص الامومه، فهني بيتركوها لاخر وقت باول صحيح. بطريقه انه هذا تأنيب الضمير يتخلصوا منه، يعني هذا الاحساس انه انا بدي اترك ابني، وهي اكيد عم بتعيش حاله نفسيه كثير صعبه، صراع بينه وبين ذاتها الداخلي انه انا قربت بعد بكره انا رح اترك، بكره باقي يوم، باقي 5 ساعات. يعني تأكد الأم اللي بتداوم أول يوم ما بتكون نايمة أبداً، بتروح للدوامة، وطبعاً الاتصال الدائم، اتصال اتصال ما ابني شو عم يعمل. فأنا لحتى بكون مريحت عن هذا الموضوع بستبق عليها، ومو بس أنا يعني أكيد كل دور الحضانة عندهم هي المهارة أنه لحتى يروح الأم وشعروها بالاطمئنان، دائماً بصورة، دائماً بتسجيل صوت لضحكة الطفل إذا كان عمره صغير، إرسالة هلا وسائل التواصل الاجتماعي كتير عم تساعدنا وتخدمنا بهذا الموضوع، مقطع فيديو صغير حتى هو نايم حتى هو عم يأكل كتير عم نساعد للأم. لكن برد بأكد على موضوع يا ريت تجيبي لنا إياه قبل وقت أبكر لحتى يشوفوا تفاصيل تانية تفاصيل. طيب ريما خلينا نحكي بنقطة، يمكن كتير من الأولاد بيعانوا من سوء بالنطق، يمكن ما بيعرفوا يمسكوا القلم حتى بعمر السنتين بجوز، لازم الأم يمكن هي تهيئه نفسياً، تدربه للطفل على هذا الشيء بالتعاون مع الروضة. كيف لازم الأم تهيئ وبعدين تاخده على الروضة، وكيف لازم تضل تحت يمكن مثل ما قلنا دائماً نظرة واهتمامة مع المس لحتى طبعاً. يطلع هذا طبعاً. الطفل بالروضة مثل بالبيت، وبالبيت مثل بالروضة. هلأ المرأة العاملة وضعها مختلف عن المرأة الموجودة بالبيت، فهوني نحن نحتاج لمفكرة صغيرة. يعني شلون نحن ننظم أمورنا؟ الأم بحاجة لتنظيم أمورها، كيف؟ نحن هاي المفكرة لما تجيبها الأم وتحدد احتياجاتها اليومية لمدة أسبوع، أنا كيف بدي أتصرف؟ أهم شغلي هي المساحة والوقت المطلوب منها تبقى مع طفلة. لكن نحن للأسف في وقتنا هلأ الأم عم ترجع بوقت طويل، وشفتي المواصلات والزحمة وهي الأمور كلها ما بتكون ببيتها للساعة 4. فنحن بعمر السنتين ما بنطلب من الأم أنه نحن ساعدينا بالقلم ولا ساعدينا بالكتابة، هذا الموضوع بيجي بشكل تدريجي مساعدة معها بعدين. لكن نحن بنطلب منها أول شيء أنها هي تنظم لنا شخصية الطفل، تعطيه مساحة من الحرية، مثل ما قلنا حكينا بمقابلات سابقة أنه تعلم عن طريق اللعب، مبدأ المونتسوري أنه الطفل لما بيدخل معك على المطبخ فأنت عم تعززي له ثقته بنفسه واعتماده على ذاته، وبنفس الوقت أنت عم تعلميه شغلات يكون قادر يساعد الآخرين ويساعد نفسه بنفس الوقت، مثل تحضير الطعام، مثل احضار الخبز. يعني شو يعني تحضير الطعام؟ اكيد ما بنقول له نعمل طبخه، يساعدك بالتحريك لمانع هدول الاشياء، انت عم تخليه يعتمد على حاله، عم تعطيه تمام. فانت هون بهذا الوقت قويتي له شخصيته، بنفس الوقت ليا انت دربتي لي اصابع ايديه، فنحن تخلصنا من موضوع انه نحن نعلمه الخطوط.
فهو صارت ايديه قويه، فلما بنعطيه القلم في المراحل المتقدمه نحن انت قطعتي عليه شوط كثير كبير. 100%. بس بنفس الوقت نحن مطلوب انه الام ما تحس، بنرجع لموضوع تأنيب الضمير انه انا كيف ما فيها تحس مثلا، لانه كثير امهات عم يتابعونا وبيقولوا لك كيف ما بدي احس مثلا تأنيب الضمير. هلا في عم اقول لك لهيك دراسات مختلفه، بعتقد انا ساعه بتقضيها مع ابنك بتكفيكي احتضانه طول النهار، بتغنيكي عن طول النهار، لانه ممكن احيانا تعدي معه سبع ساعات وانت ماسكه الموبايل او ملتهيه بالبيت او هلا انا هي النقطه اللي بدي اكد عليها او ملتهيه بالطبخه. طبعا. هي الساعه كيف فيني انا اسمه العب مع الولد قبل ما ينام مثل ما قلت، مش ضروره لعب التهريج، في كثير كثير من الرسائل لبنايه شخصيه الطفل خصوصا اول السنوات قديش بتاثر. هذا تنظيم الوقت، احنا حكينا بالمفكره اول شيء، طيب المفكره شو بيكون مضمونه، شو بدي اكتب فيها، حيكون عندنا نحن رؤوس اقلام 1 2 3، لكن احنا قبل ما ننظم وقتي هذا، هي الاسره اللي انا قاعده معي بالبيت مكونه من مين؟ فقط ام؟ اكيد لا، فبابا انت عليك صحيح. على كاهلك مسؤوليه كثير كبيره، لحتى نحن بتعرفي الام راحت بدها تفوق بكير طبعا بوقت ابكر، للف السندويشات، لتجهيز علبه الطعام لتجينا على الحضانه، لانه نحن في فتره فطور، في فتره اكلات طيبه، يعني عندنا وجبتين فطور، يعني في عندنا يعني وجبتين طعام، بعدين في عندنا وجبه يعني نعتبرها انه هي السناك الخفيفه صحيح. الاكلات الطيبه مثلا البسكويت، ممكن عصير، بعدين تجيكي وجبه الغداء. فالام على كهلها تحضير هذا الموضوع لنا نحن كحضانه، تجهيز شنطايته المتضمنه اغراضه الشخصيه اللي نحن نحتاجها معنا، الطفل متواجد للساعة 4. طيب بالبيت شو بدها تحضر؟ هلا حكيتي حضرتك الطبخ، الثياب، التنظيف البيت، وا وا وا. أنا مطلوب مني التنظيم. طبعا في مسؤولية على الأب تحضير الطفل مع الأم. الأم قامت لتحضر أمورها الخاصة بالطفل، هون مطلوب من الأب أنه الاستيقاظ معه بنفس الوقت، مثل ما أنا يعني نحن هي نصف المجتمع وعم تشاركه بمسؤوليات كثير كبيرة، فلازم نحن نحدد هاي المسؤوليات علينا وعلى الطفل، على الأب كمان صحيح. فهون الأب أخذ مسؤوليته وساعده. تنظيم الوقت، شو يعني تنظيم الوقت؟ تنظيم الوقت انه انا الام دائما عندها هم انه انا بدي نظف بيتي، بدي رتب، بدي دائما في طبخه. طيب احنا خلال الاسبوع التنظيم شو بيكون؟ طبعا الاشياء الكبيره بالنسبه لترتيب المنزل، الاشياء اللي بدها تكون مثلا مثل لنفترض لنحكي بالعامية أكثر إنه شبابيك، الترتيب الخزاين، هدول القصص هي تكون لعطلة نهاية الأسبوع. ممكن كمان الأم بعطلة نهاية الأسبوع إنه تحضر الشغلات اللي جاهزة لطبختها وتحطهم بالفريزر، بحيث إنه هي كامرأة عاملة بس تيجي إنه تستحضرها فورا. يعني بتشوفي الولد عم يساعد أمه، يعني بتلاقي عم سنتين بتلاقي عم يشتغل عم يلعب. هلا هي مثلا نحن بالنسبة للأمور الثانية السنوية الأساسية مثلا مثل الترتيب الخفيف للمكان الموجودين فيه، فهي بتكون أيام الأسبوع. فأنا عم بحكي بشكل العام يعني انه كيف تنظم الام. طبعا كل حدا بيقدر ينظم بيته بالطريقه اللي ممكن تناسبه، لكن هون بنرجع موضوع ثاني، دراسه الطفل اللي ناكد عليها، لان احنا عم نحكي على اطفال اعمارهم صغيره سنتين او ما قبل السنتين. طيب ما بعد هدول هي المرحله العمريه، طيب عندهم دراسه، عندهم في امتحانات، في سبوره، في مستوى تعليمي الام تطمح له دائما خاصه بالمدرسه. فهون بتجي هي المسؤوليه على كهل الاب انه انت بتدرس، بنقسم عدد الاطفال، فنحن بندرس، انت بتدرس، بنقسم المهام بيناتنا. موضوع اللعب انا باكد عليه هذا الموضوع الاساسي، لازم بقول لماما، بقول لماما اتركي كل شيء. يعني انت عم الولد لنفترض انه طفل اخذتيه على الساعه 4، بعد الساعه 4 بنروح نحن بنغسل نتغدى كذا، هي الامور اتركي هم الترتيب والامور كلها اللي بتضل شاغلتك ببالك والطبخه وهي اتركي لي اياها هي كلها، يعني لحتى انت تكوني متوازنه ومرتاحه. ساعه مثل ما حكيتي حضرتك بتكفيني صحيح. عن تواجد الام معه طول النهار بمحبه. طبعا لما بيكون بابا وماما قاعدين لو عم نلعب لعبه، يعني في كثير العاب حلوه بيناتهم، لعبه الذاكره، لعبه اسماء بنات كذا، هدول الشغلات اللي كنا نلعب فيها نحن اطفال، هدول لازم عن جد يضلوا بين العائله. تمام. وخاصه العائله يعني مو بس تختصر هي اللعبه على الام، اكيد ماما بابا اللي بتوزع بين الاخوات. هون احنا خلينا نحكي عن العقاب، يعني دائما الام العامله بتلاقيها دائما مشغول بالها كيف بدها تنظف كيف 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 كيف، ولكن اذا الام عاطي وقتها وعاطي دورها الصحيح مفرغته للاطفال. ولكن خلينا نحكي على العقاب، كيف فيها تعاقب اطفالها؟ هلا نحن بدنا نشوف طالما هي ليها
أم منظمة ومرتبة أمورها لأطفالها، ففي حرية وفي مساحة عطيته للطفل، ففي بنود متفقين عليها. نحن هي البنود ما نتخطاها، الطفل بيكون بوقت واعي. العقاب بيكون بمساعدة الأم، الأم العاملة. أنت اليوم لنفترض أنت ما أنجزت هاي المهمة، فبكرة نحن حنزيد عليك مهمة تانية حتى أنجزها. مثلا كتير بحب أطلب للأم أنه الطفل يساعد بإنجاز المهمات الموجودة بالبيت. ممكن موضوع العقاب هي كلمة كتير كبيرة شوي، أنا ما كتير بحبها، ايه ما بحبها، يعني أنه موضوع العقاب ممكن تقلي منقعد على النوتي، نقعد بعدد أعمار الطفل مثلا ثلاث دقائق أربع دقائق، لكن نحن بهي المرحلة العمرية هلأ بهذا الوقت وبهذا الزمن هلأ الموبايل بشكل دائم مع الطفل، الموبايل، الايباد، البرامج اللي عم يتفرجوا لها بشكل دائم، هي ما بقى عم بيعمل معه نتيجه هذا العقاب لنفترض بكلمه العقاب. اما الحوار لما بتكوني انت ام، في دائما حوار بينك وبين الطفل، بيقولوا انزلي عند مستوى طفلك طلعي بعيونك، يعني عليك دائما حوارنا. هلا انا دائما لا بعطيهم مثال الامهات لما بيجوا لعندي، انا بقوم بوقف في الطاوله قدامي، بقوم بوقف عليه بقول لهم يا ترى بسالكم هالسؤال بتجاوبوني عليه، واكيد هلا اللي عم يتابعوني بيقولوا دائما ماما ريما بتسالنا هذا السؤال، يا ترى الطاوله مناسبه لإلي؟ ففورا الام بكل بساطه بتقلي اكيد اكيد مناسبه لإلي. لا يا ترى اذا جبت ابنك هلا ووقفته عند هي الطاوله هل هي مناسبه له؟ بتقلي لا. إذا اتركوا كل شيء مناسب للطفل، لا تطلبي يعني أكثر من طاقة الطفل، لا تطلبي المستحيل منه، أنت بدك تنجزي، بدك تروحي على الشغل، بدك تثبتي ذاتك، كمان أنت بالأمانة، كمان فكرة الطفل المثالي، يعني كل أم بتقول لك بدي مرفوض والمقارنة وهي الأمور أكيد حاكم فيها قبل، لكن أنا بهمني كمان الأم ما تحس تبتعد عن موضوع إحساسها إنه أنا تاركي أولادي هاملي أطفال، لا أنت منجزة. انت ام ترفع لك القبعه، انت الك وجودك وكيانك في مكان عملك والك اسمك، الك حققتي ذاتك، حققتي شيء نجاح. هذا بعكس ايجابيا على يعني تربيه الطفل تمام بشكل او يعني بآخر. انا مثلا في سنوات عمري انجزت ودرست و و و لحتى اقعد انا بالبيت، مو قضيه انا اعطي اهمال للام اللي بتقعد بالبيت، لا، كمان هي ام ترفع لها القبعه لانه حتنشئ جيل عطيته كل طاقته لكل ام مهمه. يعني انا ما بقدر اقارن انا وياكي بنفس المهمه، انا طبعا بانجز مع اطفالي بطريقه مختلفه عن اللي انت بتنجزي فيها. الام العامله عم تبذل قصارى جهدها لحتى يكون تساعد وتتشابك ايدها مع ايد زوجها ليعيشوا الطفل بضمن بيئه ومستوى مقبول. والام غير العامله كمان هي الام الرياحه النفسيه اكيد صحيح. يعني انت لما عم تيجي تلاقي بيتك، يعني هذا كمان من الاساسيات، حتى الرجل لما بيدخل الزوج الى المنزل وبيلاقي بيته مرتب، بيلاقي مثلا اطفاله مكملين كل شيء، فبتحسي ممكن كمان انه في شيء من التوازن يحقق، لكن بالنسبه للام ما له محقق هذا التوازن لانه هي ما حققت كيانها، ما حققت ذاتها انه هي درست لحتى تنجز وتساعد وتساهم ببناء المجتمع، مو بالقضيه فقط في المنزل، كمان خارجا لاستفيد انا من سنوات اللي هي درست فيها، فهي عندها طاقه تقدم لنا اياها. هوني نحن التنتين في توازن، المرأة العاملة والمرأة غير العاملة. هلأ برأيك أي أحسن أنه الإمرأة العاملة تحط أولادها عند قرايبين أو عند جيران أو عند أمها أو تحطهم بروضة؟ هلأ أنا أنصح وضعهم بالحضانة لسبب، الحضانة بتنمي الذكاء، الألعاب التفاعلية الموجودة والأنشطة الحركية الموجودة هي اللي بتعطي ثقة للطفل وتحفزه للتعليم أكثر والاستكشاف أكثر. فنحن هون إذا نعمل مقارنة بين الطفل اللي بيكون قاعد بالبيت ولا الطفل اللي بيكون رايح للحضانة، قلت لك مدمرات الطفولة بداية، إنه مثلا نحن حاطينه عند تيتي أو حاطينه حدا من قرايبي، كل واحد كبار، كل تمام، وكل واحد بده يربي بالطريقة اللي بتناسب بيته. يعني أنا مثلا هي بمنزلي، أنا هذا بيتي، هيدا هذا، ويختلف الجيل، يعني بيقول لك التيتا وجدته ربوا له الأولاد، صاروا شباب، يختلف حتى الجارة بتربي بطريقة بتناسبه. ممكن أنا مثلا أقول إنه هذا الطفل محطوط عندي أمانة، أنا ما حقدر نبهه كثير على أخطاء يساويها، ممكن أنا أقدر دلل طفلي أكثر ما دلل الأمانة يعني. وهذا يعني هي سنة الحياة. أما في الحضانة أنا دائما ببحث على الثقة، في نظام أكيد، بس أنا لازم أبحث على موضوع أني أنا أثق بهذا المكان، وهي أثق كمان بالناس الموجودين فيها، وهي كمان عبء على الأم، وهي أبحاث كتير يعني نزلت فيها دراسات كتير أنه دائما الأم تتجول كتير وتبحث، وأنا بنصحها دائما فتي على أول روضة وفتي على الثانية والثالثة والرابعة، لكن ما تأخذي قرارك
انه بنفس اليوم بكره انا عندي دوام اليوم انا بدي الاقي روضه، هذا خطا انه هي الحضانه اللي تحتضن، هي مسؤوليه وعبء كبير. تمام، فانا بطلب منها دائما اجيتي لعندي روحي روحي لمكان ثاني، روحي لمكان ثالث. الاشياء اللي بتدوري عليها الام اكيد اول شغله بتدور على موضوع النظافه، فانا كثير بطلب من الام انه مدام يا ريت تتجولي. قلت لي لا انا ما مري ما واثقه فيكي، تركي موضوع الثقه، انا لا انا بدي اياكي من جوا لما انت تروحي ترتاحي بتهلي هذا الشعور، وانا اكون عم ادي دوري بامانه. يعني انا كمان كثير مهم الملاحظات تكون بيناتنا، نحن بشر، فكثير بسيط انه مثلا ماما ريما انا لاحظت هي النقطه مثلا ممكن تساعد انا وياكي لنتجاوزها، مثلا ممكن المس المسؤولي عنه في تفاصيل ما كثير بتعرفها عن الطفل، لا تعالي. وحكينا ببدايه انه انا بيهمني ثقه الام، فانا دوري على اول مكان، ثاني مكان، ثالث مكان، تحسي انه انت لما ترجعي على البيت، ويا ريت وباكد على هذا الموضوع التشاركيه بينك وبين الزوج، بينك وبين الاب، تعال نتشارك، انا شفت هيك هيك في حال ما قدر يكون معها، مع انه انا كمان دائما بطلب رؤيه الاب وانه يكون مرافق لمدامته، انه يجي مع الام ويشوف. يعني انا كمان بهمني انه اشوف البيئه اللي جاي منها الطفل، هل يا ترى هني اثنين في تشاركيه في تفاهم، انا كله هذا بياثر علي مع تعاملي مع الطفل اللي جاي هذا لاول مره لحتى اتعود على تفاصيله. فهوني انا بتجي نتفق، تقعد معنا بوقت طريقه تعاملها، حتى انا بيكون في دراسه حاله دائما لازم يكون مرفقه للام، الاسئله اللي بتسالها الام بتقلي ماما ريما انا اسفه عم نق، لا اذا ما نقيتي بدي ازعل. طيب بدنا يمكن هيك نتمنى لكل امهاتك راحه البال، ومثل ما قلنا يمكن مضطرين ضمن الظروف، ويمكن هيدا الشيء الطبيعي. بدنا نشكرك اكيد على وجودك معنا، ودائما معك في معلومات جديده ومفيده. شكرا كثير لك. الحمد لله، كلك لطف، وشكرا كثير لكم، وحابه من خلالكم من خلال قناتكم الرائعه اني اقول ماما ولا اكيد حماتي ان شاء الله كل عام وانتم بالف خير بمناسبه عيد الام، ولامهات سوريه امهات سوريا الحبيبي كل عام وانتم بالف خير، وكل عام وانت بخير اكيد بمناسبه عيد المراه وعيد المعلم وعيد الام، ثلاث مناسبات عليكم بالف خير. بدنا نتشكرك، دائما بتعطينا الامل انه عندنا جيل، عندنا امهات، عندنا حياه حلوه. شكرا كثير لك ريما جحجح حبيبه قلبي، يسعد صباحكم، وباكد لماما انه حبي حالك، اكيد هي بنصحها فيها، حبي حالك وتحبي اولادك. لكل الامهات بنقول لهم حبوا حالكم، نتشكرك اكيد على وجودك معنا. شكرا.